سلام البنات، جيسبر كاع راكم معايا. الوغ اليوم جيتكم بون نوفيل فيديو. هاد لا فيديو راح نجاوب على الاسئله تاعكم بارابور لا كوموت اللي دايتها في لا شومبر تاع ولدي. مي قبل ما نبداو البنات، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكا باه يوصلكم كامل جديد. وباش تكبر القناه تاعنا، من فضلكم البنات تبارطاجوها مع صحاباتكم هكا به لا كوميونيتي تاعنا تكبر وتزيد تكبر ان شاء الله يا ربي. دونك كيما راكم تشوفوا البنات، هاد لا كوموند كنت نقول لكم بلي كومونديتها اون لين. دونك حاجه قبل ما نقول لكم من عند من كومونديتها لي بري، بغيت نوري لكم كامل لي ديتاي اللي فيها. كيما راكم تشوفوا فيها 8 تيروار، 8 تاع لي تيروار. انا اختاريتها في البلون وبالبوا ايفي ناتوريل، ايفي ناتور جوغ البوا هذاك تاعها ماشي فيرني ولا. كيما راكم تشوفوا لي تيروار تاعها كبار بالبزاف. انا كنت قلت له ديرها لي بالام دي اف بلون، وخليت له لو شوا يديرها لي غلاسي. كيما راكم تشوفوا هنا، راني نحل لكم في كامل لي تيغوار باش تشوفوا شحال راهي رافدت لي هاد لا كوموند. هنا حاولت نقرب لكم. دونك كيما راكم تشوفوا فيها 5 بيي ماشي 4، هادي ديجا حاجه تري امبورطونط باش لا كوموند ما تطيح لكمش في الوسط. راكم عارفين مع التقليتو كابابل تهود في الوسط. دونك هما الحاجه اللي دايرينها داروا ان بي في الوسط باش يزيد يشدها اكثر واكثر. ولي بي تاعها سي دو اتر نورمالمون ولا سي دو بوا روج، مانيش عاقله. المهم نورمالمون سي دو اتر. وكما راكم تشوفوا انا ديتها، راح نخلي لكم كامل لي ديتاي لي ديمونسيون اللي ديتها، جو مي سوفيان با بصح. راح نخلي لكم كامل لي ديتاي ولا باش كنت كمونديتها على لا كازا دو موبل ولا لا كازا دي موبل. المهم سي اون باج دو كونفيونس البنات، كمونديتها عليها وليفريوها لي ابري اون سيمين، ساشون كو سي اون كوموند بيرسوناليزي. دونك سما انا عطيتهم لي ديتاي تاع لا كومود وكل شيء، وهما داروا هما تبعوا. دونك انا كنت رسلت لهم اون فوتو كيما راكم تشوفوا، وهما تبعوا الموديل وداروا لي كيفاه ولي ديمونسيون بلي ديمونسيون اي تو. وكانت وجدت لي ابري اون سيمين. دونك فوالا البنات، اي بور لي كادر كنت كومونديتهم على هاد لاباج. هاد لاباج تاني البنات تخدم لي كادر كامل لي ديمونسيون وكامل لي موديل اللي تبغوهم. نتوما ترسلوا لها لا فوتو وتختاروا لو موديل ولي ديمونسيون، هي تعطيكم شحال تجيكم دراهم. انسويت دير لكم لا ليفريزون سور لي 58 ولايه. دونك راح نخلي لكم تاني الانستغرام تاعهم هكا بوغ افوار بلوس دو ديتاي. دونك فوالا، انا لا شومبر تاع ولدي مازال ما كملتهالوش، راني بشويه بشويه كل خطره ندير له حاجه. كيما راكم تشوفوا جو بونس فوز افي اون ايدي على واش راني لو تيم اللي راح نتبعو له. دونك فوالا، ابري كي توجد له كامل لي تو كل ما نزيد حاجه راح نوريها لكم ان شاء الله. دوكا البنات نفوتوا لا دوزيام بارتي تاع هاد لا فيديو تاعنا اللي راح ندير. كيما راكم تشوفوا هنايا كان عندي شويه ميناج، دونك بغيت نبارطاجي معكم هكا باش نموتيفيكم شويه ديروا الميناج سورتو مع هاد الصيفيتو وهاد الحمان. والله ما رانا نجمو نديروا حتى حاجه، مي كوميم الانسان يبغي يقعد على النقا. دونك انا نط هنايا باش
كنت نقيت لي زوطخ شومبر، لي زوطخ بياس تاع الدار، وفدت لا كويزين هنا كيما راكم تشوفوا، قست الماء فيها وبديت نسيقها، رغونتها تري تري بيان، باش راكم عارفين حاشاكم لا كويزين مع القلياني توت تولي تتلصق، ومع لي انا تاعي فيها البالكون، دونك كي نخرج وندخل البالكون ندخل الحفص معايا. دونك هنا كنت سيقتها رغونتها مليح ونشفتها، وحطيت لي طابي تاوعي، حطيت لي شاس تاني تاع الاخر كيما راكم تشوفوا، النقاء الارض راهي تشعل. ensuite هنا جيت نفرغ هاد زيت الزيتون كان كمل لي، دونك غسلت لا بوتي تاعي مليح مليح، وجيت نفرغ فيها هاد زيت الزيتون، هاد زيت الزيتون تاع قبايل طبيعي 100% البنات، كما تعرفوا فوائد تاع زيت الزيتون راهي عديده، سوا بور لو كوتي كوزميتيك ولا لو كوتي تاع الصحه تاعنا، ما كاش ما خير من زيت الزيتون. وهنا البنات بغيت نبارطاجي معكم وصفه هايله شابه بزاف، وصفه تاع لي كوكيز، يوجد لكم اون 30 مينوت ماكسيموم، زعما ما بين لا كويسون تاعهم والتوجد تاعهم تدو 30 دقيقه. دونك هاد المقادير بالنسبه للمقادير تاع لي كوكيز، راح تسحقوا 125 غرام تاع دهان، راح تسحقوا 250 غرام تاع فارينه، 150 غرام تاع السكر، نص ساشي تاع لوفور شيميك، ان ساشي تاع سكر فانيي، ديجا اختياري لو سكر فانيي، حبه بيض و لي بيبيت دو شوكولا و اون بانسي دو سيل. بالنسبه ليا انا ما كانش عندي لي بيبيت دو شوكولا، استعملت دي مورسو دو شوكولا اللي كنت قطعت، دو شوكولا اللي كنت قطعته اون مورسو باش نزيده في لا غوسيت. دونك الحاجه الاولى اللي نديروها، راح نخلط الدهان، لا فارين، لا بانسي دو سيل و لا لوفور شيميك. قلت لكم لا لوفور شيميك نديرو نص ساشي، انا راح نخلطهم هكا بيدي باش كامل الميلونج يدخل في بعضه. كي نحس لي برود كي نحس بلي لي زانغريديو تاعي تخلطوا مليح، راح نزيد لو سكر فانيي، سوا ديروا لو سكر فانيي ولا ديروا لا فاني. اونسويت راح نزيد السكر ونخلط مليح. كي نحس الميلونج تاعي تخلط بيان، راح نزيد الحبه تاع البيض ونلم العجينه تاعي بالحبه تاع البيض حتى نتحصل على عجينه تكون اوموجين. فوالا كيفاش تجي لا تيكستور تاع العجينه. اونسويت هادوك لو شوكولا اون مورسو، لا كونتيتي تاع لو شوكولا كيما تبغوا البنات على حساب كل واحد واش يبغي. هنا راح نشكل كريات، الكريات ما يكونوش كيما نقولوا حنا ليس مليح، لازم تخلوهم شويه مجعدين كيما هكا باش الشكل تاع لي كوكيز، باش يجيكم الشكل تاع لي كوكيز. فوا دو بريفيرونس ما ديروش كريات كبار بزاف، خاطر كي راح يدخلوا للفوق راح يزيدوا يتنفخوا ويزيدوا يكبروا في الحجم تاعهم، دونك دو بريفيرونس ديروا كريات صغار. تابلاتيوهم قبل ما تدخلوهم للفوق، هنا بيان سور البنات لو فور تاعكم تكونوا ديجا شعلتوه من قبل باش كي تدخلوهم لو فور تاعكم يكون ديجا حامي، ودخلوهم بالنسبه للوقت
كي تشوفوهم بداو يتحمروا لكم من التحت شعلوا عليهم شويه من الفوق سيتو، هما ما يطلبوش بزاف وقت باش يطيبوا. اي فوالا كيفاش تجي الحبه تاعنا تاع لي كوكيز، يجو بنان بنان بزاف وخير من تاع برا يا البنات، كخواي موا. انا هنايا كانت وصلت وقت القهوه دونك قدمتها مع القهوه تاعي، والمسيو يعجبه بزاف هاد لي كوكيز، دايوغ شاك فوا يقول لي ديري لنا هادوك لي كوكيز باش نشربو بهم القهوه. كيما قلت لكم الدراري راح يفرحوا بهم بالبزاف. اي فوالا البنات، كانت هاد لا فيديو تاعنا لنهار اليوم، جيسبر تكون عجبتكم. تهلاو في روحكم، سلامه.